السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية، الناس اللي بتشوفنا لأول مرة يا ريت يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصلهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومتابعينا الكرام الافاضل يا ريت يضغطوا لايك وشيروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر. فرجاني ساسي بعد كلام مرتضى منصور معاه اخر مره كان بيطالب ان هو يخفض الراتب بتاعه. عارفين كلنا ان بعد تسريب عقد او مجموعه عقود نادي الزمالك لاعبي نادي الزمالك، منهم عرفنا ان فرجاني ساسي بيحصل على اعلى راتب في نادي الزمالك يتخطى ال100 مليون جنيه، يعني 5 مليون دولار في 3 سنوات، 5 مليون دولار 300 مليون جنيه في 3 مواسم يعني. فنادي الزمالك السيوله الازمه الحاليه اللي بيمر بيها مفيش سيوله، مفيش فلوس، طب يعمل ايه؟ اتكلمنا قبل كده وقلت ان النادي الاهلي لما كان بيمر في 2011 نفس القصه، عرض على اللاعبين ومخفضوا نسبه معينه من رواتبهم وعقودهم، لكن معظم اللاعبين في التوقيت ده كله يعني اللي استجاب كلهم، او هو النادي الاهلي كان بيطلب من اللعيبه النادي الاهلي المصريين لحبهم النادي الاهلي وانتمائهم للنادي الاهلي، ولان النادي الاهلي اداهم كتير ومستمرين، في منهم قعد فترات كتير في النادي الاهلي، منهم 10 سنين واكثر من 10 سنين، 6 7 سنين، وفي منهم اللي عدى 10 سنين يعني. لكن لما تجيلي على لاعب محترف انت متعاقد معاه 3 مواسم وتقول له لا معلش اسمح لي كده انا هغير في الراتب بتاعك والعقد بتاعك علشان ظروف الماليه ما تسمحش، كانك بالظبط بتقول بتفسخ التعاقد من طرف واحد، من طرفك انت يعني، رغم تمسكك باللاعب. لكن في الفتره الاخيره شفنا الاحاديث والكلام اللي حصل حوالين فرجاني ساسي، وبنسبه كبيره وانا متاكد يعني فرجاني ساسي يا هيمشي من الزمالك في الانتقالات الشتويه القادمه دي، يا اما هيمشي من نادي الزمالك بنهايه الموسم. فرجاني ساسي في كل الحالات مش هيكمل للموسم القادم مع نادي الزمالك. زي ما قلت حضراتكم، فرجاني ساسي بعد كلام مرتضى منصور وطلبه انه يقلل القيمه الماديه او العقد بتاعه، فرجاني ساسي قال لك لا الكلام ده مش هينفع، انا راجل لاعب محترف وتحملت مشاكل وتحملت ازمات وتحملت هجوم من مرتضى منصور وتحملت ان ما اخدش مستحقاتي فتره طويلة، على الرغم ان كل شوية يقول لي مثلا تركي آل الشيخ هو اللي كان جايب فرجاني ساسي، انا لاعب في نادي الزمالك مش لاعب عند تركي آل الشيخ، واتحملت اهانات وكل شيء ده علشان، على حد قول فرجاني ساسي او ما هو منسوب الى فرجاني ساسي يعني، علشان خاطر جماهير نادي الزمالك اللي هو ارتبط بيها واللي هي ارتبطت بيه. بس مش معنى ارتباط فرجاني ساسي بجماهير نادي الزمالك انه يتنازل عن حقوقه، لا، ارتباطه على حد قوله برضو ان هو جات له عروض مغرية خلال الفترة اللي فاتت ومتمسك بجماهير نادي الزمالك في حال تنفيذ اداره نادي الزمالك لوعودها او انها تلتزم وتدفع مستحقات المتاخره لي عن نادي الزمالك. ففرجاني ساسي بعد الكلام الاخير قلت لحضراتكم هو في حاله قال يعني لو نادي الزمالك او مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فكر يغير اي بند من بنود التعاقد معاه هيفسخ تعاقد مع نادي الزمالك فورا وهيتجه الى او هيقدم شكوى الى الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. ده ملخص قصه فرجاني ساسي. ناس خلال المباراه اللي فاتت بتاعت امس قال لك حاولوا يجملوا او يحسنوا العلاقه او يوهموا الراي العام ان فرجاني ساسي لا ده مكمل، ده الراجل جات له اصابه وما رضيش، طلبوا منه انه يخرج، خد 4 غرز وطلبوا منه، الراجل هو اللي تمسك واصر، ده ملهاش علاقه. هو لما بيلعب النهارده في نادي الزمالك ويؤدي اداء جيد في نادي الزمالك، طب ما ده بيرفع اسهمه وبيخلي انديه كتير يعني تتكالب انها تتعاقد معاه. هو بيلعب علشان خاطر نادي الزمالك، ما هو بيلعب لاسمه ولنفسه. النهارده حتى لو الكلام ده صحيح يعني لو هو فعلا صحيح مش علشان خاطر نادي الزمالك بس، هو لاعب حاليا في نادي الزمالك، لكن كل ما بيجيد في نادي الزمالك اكيد عروض بتجيله، لكن لو هو في حاله مش عاوز يظهر، مش عاوز يلعب، مش باين يعني موسم كامل بعيد، العروض اللي هتجيله هتبقى قليله، وبنفس الوقت القيمه الماديه اللي هتنطلب فيه او اللي هتتعرض عليه هتبقى قليله يعني. لكن برضو
في هجوم على فرجاني ساسي من لعيبه نادي الزمالك القدامى، يعني حماد عبد اللطيف طبعا يقول لك مش ده مستوى فرجاني، ايمن منصور مش ده فرجاني، عواليد صلاح مش ده مستوى، خالد غلط مش ده مستوى، كل دول ما يقدروش يتكلموا الا بضوء اخضر من مرتضى منصور علشان يمهد للناس جماهير نادي الزمالك. يا جماعه انتوا متمسكين بفرجاني ساسي، طب فرجاني ساسي مش هو فرجاني ساسي بتاع الموسم اللي فات؟ طب فرجاني ساسي الموسم اللي فات كان قصه وحكايه وروايه، الموسم ده يا جماهير شوفوا بقى القصه بتاع خلاص، طب هنعمل ايه؟ هو ده جاب اخره، احنا اتحملناه وبتاع، بيأدي الراجل اداء مع تونس شكل وبيأدي مع نادي الزمالك شكل تاني، فمعلش اعذرونا بقى الراجل ده ما خلاص كده، هو خد قضى وقته مع نادي بيمهده قصه تمهيد يعني. بالنسبه لمحمد عواد، مرتضى منصور اتكلم عن محمد عواد وابو جبل وجنش ومحمد صبحي. اي فرقه محتاجه اتنين حراس مرمى على قدر كبير من الكفاءة ومعاهم حارس ثالث يعني ممكن ما يشاركش خالص طوال فترة المباراة، لكن الاثنين الأساسيين ممكن واحد منهم بيلعب بشكل مستمر والتاني ممكن يبقى جاهز في أي توقيت لأي ظرف طارئ يعني. فمرتضى منصور قال لك إن هو متمسك برباعي حراسة مرمى نادي الزمالك اللي هو محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي. كلام جميل وكلام رائع. محمد صبحي طبعا مش هيشارك الا لو في الظروف القصوى، لو فضلوا اربعه الظروف القصوى يعني الضروره القصوى زي ما بيقولوا. عندك ثلاث حراس مرمى على قدر عالي او هم كل واحد فيهم شايف نفسه ان هو الاحق بحراسه نادي الزمالك، محمود جنش، محمد عواد، محمد ابو جبل. هل الثلاثه هيقدروا يفضلوا في نادي الزمالك او مش هيصدروا مشاكل لنادي الزمالك؟ يعني لو جنش لعب هل هيقبل هذا؟ وجنش حارس مرمى جيد يعني ما نقدرش ننكر. هل هيقبل محمد عواد انه يقعد على الدكه باستمرار او محمد ابو جبل؟ طب لو اصيب جنش لا قدر الله، او هو جنش حب يريحوه وابو جبل لعب بعد منه او عواد لعب بعد منه، فتره مشاركه اي حارس من الحراس التانيين هتبقى طويله. اذا كان في التوقيت الحالي قبل جنش ما يخش لتشكيله نادي الزمالك في مشاكل محمد عواد، محمد عواد كل شويه بيطالب من كالتيرون والاداره الجهاز الفني نادي الزمالك انه لا انا مش جاي علشان اقعد على الدكه، انا جاي علشان العب، انا جاي علشان اشارك، فما بالكم بقى لما جنش يجي يعني جنش يلعب يعني. مين فيهم اللي هيمشي؟ ابو جبل اللي هيمشي او مين اللي فيهم اللي هيصدر مشاكل؟ هو دلوقتي ابو جبل مش مشكله بالنسبه له، ابو جبل وجوده في نادي، انا من وجهه نظري يعني ان ابو جبل وجوده في نادي الزمالك زي ما صرح قبل كده بالنسبه له حلم كبير، لو شارك او ما شاركش المهم ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك ما يخرجش من نادي الزمالك. لكن المشكله هتبقى في مين؟ محمد عواد. محمد عواد ليه؟ علشان منتخب مصر. محمد عواد كان قبل ما ينضم للزمالك لا وانا احق، وانا واحمد ناجي قال واحمد ناجي عاد واحمد ناجي وهجوم على احمد ناجي. طب انت النهارده وهو منتقل لنادي الزمالك تحديدا علشان خطوه تقربه لمنتخب مصر، يعني في حراس مرمى كتير بيبقوا في الانديه لكن مجرد حارس ما يروح اهلي او زمالك بيبقى الاسبوط عليه بيتشاف اكتر. يعني امكانيات، مش هقول امكانياته لا، الضغوط ممكن تبقى عليه زياده عن الانديه الثانيه، يعني بيشارك افريقيا، يشارك مع في الدوري، يشارك في اكتر من مسابقه، بيكتسب خبرات في نفس الوقت، بيبقى يقدر يتحمل ضغوط او ما يتحملش ضغوط. فنقطه من اللي خلت عواد اول مقابل المادي، ثانيا ينتقل نادي الزمالك يعني، ثانيا موضوع منتخب مصر. هل بقى هيضحي بموضوع منتخب مصر ويقعد لاحتياطي الجنش باستمرار طول الوقت يعني؟ ده اللي هنشوف خلال الفترة المقبلة. وهل مرتضى منصور هيقدر ينفذ كلام الأربعة هيبقوا موجودين ولا في واحد منهم هيطلب الرحيل؟ ده بخصوص محمد عواد. إلى جانب برضه اتهامات من اداره نادي الزمالك ومرتضى منصور لمحمد عواد ان هو اللي سرب العقد بتاعه، كلنا عارفين ان عقد محمد عواد تعاقد مع نادي الزمالك باكثر من 80 مليون جنيه. محمد عواد متعاقد مع نادي الزمالك باكثر من 80 مليون جنيه، مبلغ كبير جدا في حارس مرمى يعني. ومع ذلك ما فيش مشكله، هو حر بس يقدر يدفع ولا ما يدفعش مستحقاته يعني. لكن انت النهارده ازاي انت جاي تقول ان محمد عواد هو اللي سرب العقد بتاعه؟ طب ما هو عقد محمد عبد الغني اتسرب، عقد خالد بوطيب اتسرب، عقد محمد عبد الله جمعه اتسرب، عقد فرجاني ساسي اتسرب، كل هؤلاء اللاعبين عقودهم اتسربت. يبقى محمد عواد هو اللي سرب الاربعه؟ وبعدين ازاي محمد عواد هو اللي سرب العقد بتاعه؟
يعني لما محمد عواد انت طلعت انت مرتضى منصور واكتر والمستشار القانوني لنادي الزمالك اللي هو محمود العسل قال لك لا دي مؤامره قطريه والسيستم ومش اي كلام طبعا، ولا حد من اتحاد الكره طلع قال لك ان السيستم بتاع اتحاد الكره تم اختراقه. يعني طبعا التسريب طالع من نادي الزمالك، ناس داخل نادي الزمالك هي اللي سربت العقود يعني. فبأنهي منطق انت النهارده تتهم واحد زي محمد عواد تيجي تقول له لا اصل محمد عواد هو اللي سرب ومحمد عواد هو اللي عمل، محمد عواد العقد بتاعه مش عارف ايه طب الباقيين يعني الباقيين مين اللي سرب عقده؟ هل كل واحد يعني سرب العقد بتاعه منفردا كل واحد مع نفسه كده سرب العقد بتاعه؟ فما تفهمش الناس دي بتفكر ازاي او منطقها ايه او عاوزين يحاسبوا اللعيبه على ايه او يشيلوا اللعيبه ايه يعني او يصدروا للجماهير اللعيبه ديت ظروفها ايه او شكلها ايه يعني. ده بخصوص تسريب محمد عواد يعني. قال لك كشف مصدر نقل الزمالك محمد عواد حارس مرمى الفريق يواجه اتهامات بتسريب عقده مع نادي الزمالك. كشف المصدر ان اداره نادي الزمالك قامت بتعنيف اللاعب بشده بعد تسريب عقده مع الفريق والمحت الى انه السبب في ذلك. ازاي يابا؟ يعني قال لك ان استبعاد محمد عواد من تشكيله الفريق الاساسيه بتوصيه من اداره النادي. ما تيجي تبص برضه مين محمد صبحي اللي يلعب ولا محمد عواد؟ ومحمد عواد جاهز في مباراه طنطا، مع احترام محمد صبحي بعيد، محمد صبحي بعيد. وشفنا اكتر من مره في خلال المباراه كان اخطا خطا ممكن يكلف نادي الزمالك يعني. قال لك اكد الفرنسي باتريس كاتريون استبعاده بعد ظهور عقود مباشره، يعني عقود مباشره، هو الامر الذي اغضب عواد وجمعه وجعله يؤكد انه لا يعلم شيئا عن تسريب العقود. طب لما انت بتحاسبه على حاجه زي كده او بتقول له ان انت سربت، مين اللي سرب بقى؟ هو اللي تعرف ممكن لو هو عقد واحد بس اللي اتسرب هنقول ماشي، لو عقد محمد عواد يبقى محمد عواد هو اللي سرب ماشي، لكن العقود ده مفيش، الناس دي مفيش، ما عندهاش منطق خالص يعني. المهم بالنسبة لنادي سموحة بعد ما تقدم حسام حسن وابراهيم حسن باستقالتهم قدام مباراة حرس الحدود وبعد كده هيبقوا فري يعني من تدريب نادي سموحة، كلام كتير انتشر النهارده عن التوصل الاتفاق ما بين فرج عامر رئيس نادي سموحة مع الكابتن حمادة صدقي لاعب النادي الاهلي السابق ومدرب منتخب مصر حاليا بيدرب نادي الهلال السوداني ومقدم معاهم نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة أبرزها الفوز على النجم الساحلي في تونس بهدف مقابل لا شيء يعني. كلام كتير بقى ان حماده صدقي رحب بتدريب نادي سموحه وهينهي التعاقد مع نادي الهلال وهيرجع تاني لمصر يعني. هل يعني انا لو كان حماده صدقي لا ما سيبش الفرصه اللي جات لي على الرغم ان هو بيأدي اداء طيب يعني. انت عارف لو هو النتائج سلبيه ممكن امشي قبل هم ما يقيلوني. لكن هو بعد صلاح ادم ما تم اقالته بعد مباراه النادي الاهلي اللي فاز فيها الاهلي على الهلال هنا تم اقاله صعب وتم التفاوض مع حماده صدقي وحماده صدقي وافق وراح والناس هناك طايرين بيه وقدم اداء جيد وكمان يعني تسيب نادي البطل يعتبر بطل في السودان من انديه القمه وتسيب نادي بيشارك في دوري ابطال افريقيا وترجع تضرب، انا اعتقد انها خطوه للخلف بالنسبه لحماده صدقي. أو ربما هو عنده حسابات تانية بمعنى عنده مثلا ما يقدرش، عنده ظروف مثلا بتخليه مرتبط بتواجده هنا في مصر ما يقدرش يقعد في السودان لظروف خاصة مثلا بيه. فالملخص الكلام بيقول إن هو خلاص يعني قاب قوسين أو أدنى من تدريب نادي سموحة ومعاه مدرب حراس منتخب مصر السابق الكابتن أحمد ناجي. وأنا من وجهة نظري ده خطوه جيده بالنسبه انا كمشجع بقى النادي الاهلي وللنادي الاهلي لما الكابتن حماده يصدي يسيب نادي الهلال قبل مباراه النادي الاهلي، ده شيء جيد ما لهاش علاقه بي... ما حدش من المنافس يقول لك اصله بيفاول، لا الراجل بيشوف مصلحته ده هو حر. لكن قبل ما يمشي لو مشي حماده صدقي قبل مباراه النادي الاهلي شيء جيد، حماده صدقي من المدربين المحترمين ومن المدربين الاكفاء يعني شفناه ادى اداء جيد مع نادي الجونه واكثر من نادي هنا بيحقق معاهم نتائج، لما بيمسك فرقه بيحاول بصمته او ملامح فكره بيظهر على الفرقه اللي بيمسكها. لجانب ان هو يعني حافظ كل صغيره وكبيره عن الكره المصريه وخصوصا النادي الاهلي يعني. فهتبقى مباراه الهلال اللي هتكون هناك في السودان صعب بشكل كبير على النادي الاهلي. انا بتمنى بقى ان حماده صدقي انه يرجع يدرب نادي سموحه قبل مباراه النادي الاهلي. لكن قصه كخطوه فنيه لمدرب عنده لا بيرجع. لكن كمن ناحيه الاهلي انا اتمنى انه يسيب الهلال السوداني يعني ويرجع يدرب النادي الاهلي.
لا سريعا بعض الموضوعات في الفيديو ده. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.